こんにちは。私の名前はモハメド・ザイドです。私は19歳です。Hola! My name is Mohammed Zaid. Hello! My name is Mohammed Zaid and I am 19 years old. أهلا ومرحبا. اسمي محمد زيد وعمري 19 سنة. أما كان عمري 14 سنة في 2014 كنت حاسس اني تعلمت كفايه حول البرمجه والامور هذه، فكنت حاب اني نشتغل. فلقيت فرصه في مكان معين عندهم منظومه وحابين حد يعلمهم كيف يستخدموها لان الخدمة لهم سافر. فبعد 60 واسطه وحكمه اقنعت ابوي انه هو يرفعني ويوصلني للمكان. فدرسنا قدام المحل او المتجر وانا خشيت للمولى اللي صاحب المحل اني نشبح له وهو يشبح لي. انا نستنى فيه يقول لي هاي اهل المنظومه اشتغل هوكي، لكن هو ما كانش يفكر هيك بكل، فانا كنت ساكت اشبح له وخلاص. بعد حوالي 3 دقائق قال لي ما تبيش تناديه، قلت له مين بالنادي؟ قال لي المهندس المدرس برا، قلت له لا هذاك ابوي انا المهندس. فبعدين نزلت عليه في السعر طبعا باش نوريه انه ما عادش يتسهك على العمر. لكن ايه، انا كشخص او اي شخص ممكن حاب يدير اي حاجه نتعرض للتنمر بشكل كبير. تنمر من نوع اخر حول العمر، انت صغير انت ما تقدرش او انك ما تحصلش هل بفرص معينه تدريبيه تعليميه الى اخره بس لان عمرك كذا او كذا انت ما تقدرش. انا في 2016 حصلت جائزه اصغر مخترع بس لانني كنت مؤمن ومؤكد ان انا، رغم ان الجائزه كانت تعطى لطلبه الجامعات او الكليات لكن انا حصلت عليها لاني كنت مؤمن ومقتنع وقاعد مؤمن ومقتنع ان العمر ارقام. كان حاب انك انت تنجز وتوصل الشيء اللي انت تبيه، لازم تؤمن بالشيء هذا واخدم على نفسك وتعلم وطور من نفسك حتى تقنع المحيط الخاص بك انك انت مختلف وانك انت تقدر رغم عمرك. وشكرا.